عاشق آلة العود منذ الصغر فأحبته واعتادت أوتارها على أنامله فصارت وفية لها. رحلة سالم في تعلم أصول فن العزف على العود بدأت منذ عام واحد حين التحق بجمعية السنون للثقافة والتراث والفنون. وانا صغير نفسي اتعلم عود، يعني مش بحسه يعني هو ادقى الاله هيك نوعا ما، انه هو بتحسه ملك الالات نوعا ما. في العاده الموسيقى لما اسمعها بحس حالي بروح على مكان تاني، يعني بنسى المحيط اللي حواليا بروح على مكان تاني. يا ظريف النسر يا ظريف الجول لما تطلع الجمره. لم يكتف الفتى الصغير بالعزف على العود فقط، بل يتشارك مع أطفال آخرين في التحضير لكورال فني خاص بهم. هذه التدريبات جزء من مشروع جسور الموسيقى الذي أطلقته الجمعية بتمويل من وزارة الثقافة الفلسطينية كمبادرة لاحتضان المواهب الفنية ورعايتها في الداخل والخارج. معهد السنون فادني كثير، خصوصا بعد الحرب، يعني كانت نفسيتنا احنا كأطفال بعد الحرب كانت يعني صفر، فاجينا على المعهد نغير نفسية وغيرنا نفسية. كمان الموسيقى اشي مهم في حياتنا، ممكن نفرغ الطاقة السلبية اللي فينا في الموسيقى. المؤسسة هدفها الأساسي هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية في الداخل وفي الشتات. طبعا نتواصل مع مخيمات اللجوء في المناطق اللجوء الموجودة في العالم، عندنا بنتواصل مع لاجئين في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وغزة والضفة. الأطفال عندنا بتحب الحياة، بتحب السلام، بتحب تعيش بسلام من خلال أصواتهم. هذه الكلمات الموحدة بلسان الطفولة ولغة الموسيقى تشق طريقها نحو جمهور متعطش وعاشق لفن يعكس هموم الوطن ومعاناته. ظهور مميز لهؤلاء الصغار في الحفل الختامي للمشروع، ظهور بعث رسالة تحدي وإصرار بطريقة إبداعية تفاعل معها الحضور. كريم رجب، إكسترا نيوز، قطاع غزة.